التدين الفرنسي أعقبه بيان من 4 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي حول قدرتها على استيعاب المهاجرين غير الشرعيين. إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا أكدت رفضها لفكرة أن دخول أو دول الدخول الأولى هي نقاط الهبوط الأوروبية الوحيدة الممكنة للمهاجرين غير الشرعيين. البيان الرباعي أضاف أن عدد المهاجرين الذين استقبلتهم دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمثل سوى قدر صغير للغاية من العدد الفعلي للوافدين غير الشرعيين. الدول الأربع أدانت عمليات السفن الخيرية الخاصة التي تعمل باستقلالية تامة عن سلطات الدولة المختصة لانتشال مئات المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر. فالحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة أقصى اليمين دخلت في مواجهة منذ أسابيع مع منظمات إنسانية تنقذ المهاجرين وسط البحر المتوسط، حيث ترى روما أن الدول التي ترفع السفن علمها يجب أن تأخذ المهاجرين وليس إيطاليا، وهو موقف تعارضه بشدة الجماعات الإنسانية والخبراء القانونيين ونشطاء حقوق الإنسان.